الحسن عبد الرزاق، نعزي لكم، نعزي للحكام، نعزي للشعب، نعزي للقيادة. يعني الطفل ريان كان طفل كل بيت عربي أو حتى في العالم كله كانوا يتكلمون عن ريان، فنقول عظم الله أجركم وحسن الله عزاكم على الطفل ريان. إيش أقول لك، عزاؤنا واحد. يعني الحمد لله أن هذا الطفل يعني وحد المسلمين كلهم، وحد العالم كله، ويعني رجع قلوبنا كقلوب الطير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هناك أقوام سيدخلون الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير. يعني ما من مسلم في هذه 5 أيام إلا وكان فؤاده كفؤاد الطير. ونتمنى إن شاء الله به أن يغفر الله لنا سبحانه وتعالى وأن يدخلنا الجنة، ونتمنى له إن شاء الله، وأكيد أنه من أهل الجنة، ونتمنى أيضا إلى أهله الصبر والسلوان. يعني القلب حزين على هذا الطفل، لا إله إلا الله، وما عسانا أن نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. نكرر لك التعازي.